السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو قصير عن تحضير المعمول في البيت بخطوات قصيرة، تابعونا. مقادير المعمول البيتي: عندي 3 أكواب من سميد الفرخة. ايش يعني سميد الفرخة؟ يعني سميد ناعم جدا. اذا سميد الفرخة ناعم جدا. 3 أكواب زي اللي عندكم بالبيت تستخدموها، الكوب العادي تبع الشاي في البيت، وعندي كوب من الزبدة بدي أضيفه على 3 أكواب من سميد الفرخة. هون عملية البس أو خلط السميد مع السمنة أو الزبدة، إذا بستعمل يا أما زبدة يا بستعمل سمنة، بتم خلط الخليط بشكل ممتاز، وبتركه أقل شيء 24 ساعة، وأكثر شيء بتركه 3 أيام على جو الغرفة حتى يتشرب عندي السميد. إذن بعد خلط السميد الفرقة أو الناعم 3 أكواب من السميد مع كوب من السمنة أو الزبدة الفاخرة لمدة 24 ساعة على الأقل، وفيش مانع أثناء النهار نبس كمان، يعني نخلط السميد مع السمن أو الزبدة حتى يتفتح معي. بعديها بجيب نصف كوب من الطحين متعدد الاستخدامات، بدي أضيف عليه ملعقة صغيرة من المحلب. إيش هو المحلب؟ المحلب عبارة عن بذور فيها طعم طيب، منجيبهم عند العطارين ومنطحنها أو بتكون مطحونة. إذن ملعقة كبيرة من المحلب. بدي أضيف ملعقتين من بهارات المعمول، وهي طبعا عبارة عن ينسون وشومر مطحون، ملعقة كبيرة. بدي أضيف ملعقتين حليب بودرة كبار كمان. بدنا نضيف ملعقة صغيرة من السكر وربع ملعقة من الملح، وبعديها بدي أضيف 2 كوب من الماء الفاتر مع ملعقة صغيرة من الخميرة، بفورهم مع بعض وبضيفهم على الخليط، بسم الله، وبعدين بضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد. الآن بدي أخلط هالمكونات جميعها حتى تتكون عندي عجينة طرية وممتازة. بعد ما ارتاحت عندي العجينة مدة تقريبا ربع ساعة نصف ساعة حسب الجو عندكم، بحضر الحشوات. أول شيء حشوة التمر عبارة عن معجون التمر، ممكن أضيف له جوز الطيب، قرنفل وقرفة، شوي من الزيت، بدي بصير في عندي كرات بهالشكل. الجوز بطحنه، بضيف عليه شوية قرفة وشوية من القطر. الفستق حلبي بطحنه، بضيف عليه قطر، إشي بسيط وبيكون جاهز عندي. الآن العجينة أثناء الشغل ممكن تنشف معاكم شوي، لانه ممكن يكون نوع السميد قاسي بياخذ مي كثير، فضيفوا له انتم شوي من الماء، قطرات من الماء صغيره حتى يظل معاكم امور كويسه. بعد ما افتح هالعجينه بضيف كره الجوز او كره التمر، وبعديها بكورها وعلى القالب مباشره بضغطها بخفه حتى تصير عندي بشكل معمول، وبعدين شوفوا محلى هالمعمولة اللي طلعت عندي هون وجاهزة للشواء. طبعا عملية شوائها لازم تكون على حرارة 180 لمدة تقريبا من 8 إلى 10 دقائق، وحسب الفرن اللي عندكم، لأنه في أفران عندكم الأفران العربية الساخنة ممكن تأخذ وقت أقل.